يوسف حبيبي ظلمته كتير أنا بصراحة. نور الحب اللي صار علاقة بيني وبينها فعلا هي علاقة البي ببنته غالبا بتكون هيك، بس معي كانت فايضة، صار في هيك حب وصار في غيري وصرت دايما اتبنى وجهة نظرها. بهالكلمات كشف زياد برجي عن ظلمه لابنه يوسف لاهتمامه الزائد ببنته نور وهو ما ندم عليه. ففجأة هيك دب رجع الغرام، طبعا عم بحكي الغرام الشعلي هيدي اللي بتخليك بقى مش فارقة معك مين بيغار ومين بيغار. فيوسف رجع لقطني. يوسف ابنه كمل عامه الأول من أيام ومن خلالنا وجه له نصيحة. من هلأ بوش بشو بقول له بدك تنتبه عنه، يمكن عم يفهم يمكن ما عم يفهم، بس نحن عنا الخي لما يكون في بنت خية هو أكتر حدا بيغار عليها وعلى مصلحتها. بتصور مع شوية تقصير مرقه ورح أرجع عوضهم الله راد بالأيام اللي جاية، ورح أخلق هيدي الكالتشر اللي أنا كسبتها ببيت أهلي واللي شايفة نفعتني مع زوجتي ومع كل الناس بتعطى معهم. وبحاول دايما تحقيق المساواة بين أبنائه. المساواة اللي عم نحاول إنه ندعي إنها موجودة أو نتغنى فيها بين الرجل والمرأة بعدها غايبة، وبعدها المرأة مهمشة، وبعدها المرأة جناح مكسور للأسف ببعض البلدان العربية. نتمنى إنه هالشي لبين ما تكسير نور صبي نكون تخطيناه، بس في حال لا أنت واجباتك كأب تاخد كل احتياطاتك. فارس كرم سبق وصرح بأغنية جمال ولو هي أفضل هيت بالسنة الماضية ومش أغنية شو حلو. ذوقه هيدا، هيدا ذوق بالآخر، وأنا بحترم كل إنسان وذوقه. إذا قال هيك فعلا يمكن يكون إيه يمكن يكون لا، بالنسبة له أكيد مش قاصد إنه يهمشني، وكل إنسان له حق بإنه يختار الهيت اللي بتتناسب مع ثقافته الموسيقية ومع مستوى الموسيقى. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله. زياد برجي متابع جيد للساحة الفنية، فكيف بيشوف ألبوم نصيف زيتون الجديد؟ كل شي بيعمله نصيف بحبه، أنا بحبه لنصيف ونجم فارض حاله. نصيف فنان حقيقي على فكرة، والفنان الحقيقي مش ضروري كل الوقت يكون عم يعمل هيتس. ما رح أقدر أعمل كل يوم شو حلو، بس دايما ضمن الليفل اللي هو قدمه للناس واللي نجح فيه، وانا بحبه كتير لهذا الفنان كتير، بحب اخلاقه خاصة. انا يا حبيبي ما مصدق انك ما